كمان عندي الحلو اللي هنعمله بالأناناس وإيه والخوخ. بالأناناس والخوخ عملناها هعمل لكم حلو بصراحة، ده حلو بتاعي أنا بيعجبني جدا، ديالي بالمناسبة. بس طيب عندي أناناس، خوخ معلب، عندي لبن محلى مكثف، عندي نشا، سكر، ممكن نستبدل سكر بني، ممكن سكر باودر براحتنا خالص، عندي فانيليا، وعندي بشر الليمون الاثنين، وكمان عندي لبن. انا حتى اللبن هنا بتاعي يسخن شوية، اول ما يبتدي يسخن معايا يعني اول ما يبتدي يدفى انا عندي اللبن يعتبر دافي شوية، هقوم حط عليه السكر بتاعي، حط عليه، خلوني اعمل كده، خلينا نعالج الموقف. يا بسم الله، اوه يلا ناخد اللبن المحلى المكثف وهنزله وهخلط خلطة بسيطة، اسيبهم هقلب كل المكونات دي مع بعض. هنا حطيت ايه؟ حطيت لبن، حطيت اللبن المحلى المكثف، وكمان حطينا السكر، هقلبهم. ناخد الفانيليا، بشر الليمون اهو، الفانيليا بتاعتي وبشر الليمون اللي عندي، هناخد الكمية كلها وهنزلها على اللبن او على كمية اللبن اللي عندي. في الفترة دي انا هعمل حاجة بسيطة جدا، هنا بسم الله هاخد الخوخ. بمناسبة الخوخ، فاكرين الخوخ اللي عملناه يوم ايه؟ يوم الخميس. اهي وقعت. اللي عملناه يوم الخميس، لا استنوا بقى لحد ما نغسل دول. اللي عملناهم يوم الخميس عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا اهو. طبعا مش عارفه ارجع لكم كده عشان تشوفوا اهو قدامكم كلهم. كمان الليمون، الليمون المصير او الحامض المصير اللي احنا عملناهم، اعذروني نروح نغسل الخوخ اللي وقع مننا ده على الطاولة ونرجع على طول. نحط الخوخ بتاعنا بالطريقة دي وهحط عليها شوية مية، انا عايزة اعصره يبقى ناعم معايا ما يبقاش تقيل، وهشوف لو احتجت مية هزود تاني مية، وهنعمل نفس الموضوع للأناناس. يا بسم الله لا إله إلا الله، أيوة كده. أهو بطحنه بالشكل ده يبقى معايا ناعم جدا. لازم أهم حاجة عندي أنا الخوخ لما أجي أضربه بزود عليه مية مش لبن، وبخليه ناعم خالص معايا ما يبقاش تخين. لو حسيت انه تخين معايا لازم اصفيه. عايزه اجيب لكم حاجه، اوكي خلينا نجيب البوله دي واوريكم بيبقى او السماكه بتاعته بتبقى عامله ازاي. اهي بتبقى بالشكل ده، نحس انه ناعم خالص. خليني اعمله كده في نفس الشفشه او في نفس المكان عادي جدا. هنحط الأناناس وهسيب واحد اتنين تلاتة، خليني أسيب دول، وهحط معاه مية نفس الكمية اللي أنا حطيتها مع إيه؟ مع الخوخ، وهضربهم برضو. لا لازم أحفظ الشفشق ده كده. وهنطحنهم برضو. يا بسم الله، أيوة بصوا أهو بيبقى عندي ناعم جدا. معلش ممكن نجيبه بليز؟ مش هينفع أصبه هنا خالص، أنا عايزة أوريه لكم كده بس مش أصبه. أهو بالشكل ده، هو كمان ناعم جدا بس هخليه هنا في المطحنة بتاعتي، مش هصبه دلوقتي نهائيا. اللي أنا هصبه هو النشا بتاعي، بس هعمل كده الاول، هصب النشا بتاعي وهقعد اقلب
بالراحة عشان ما تكلكعش معايا، ولو كلكعت معايا هخليها تخش تاني ضربة بسيطة للخلاط، ما تقلقوش خالص، برضو هتتنشف معانا أو هتلم معانا نفس نظام المهلبية. بس الحلو ده عايز أقول لكم فعلا هو حلو وحلو، يعني لازم تجربوه. أنا هفضل أحط في النشا بتاعتي وأقلب وأحط وأقلب. تعالوا قبل ما أكمل المهلبية بتاعتي، مش المهلبية، الحلو الأناناس، سوري، حلو الأناناس والخوخ بتاعي. بصوا أنا عملت لهم إيه، حطيت شوية من الأبيض، أوكي أهي، وحطيت فوقيه شوية من الأبيض طبعا اللي هو من الأناناس، وده الخوخ اللي هو الأصفر، فحطيت طبقة من هنا وطبقة من هنا، يعني طبقة طبقة، مصب من غير ما دخلت للتلاجة ولا أي حاجة، هو بيمسك نفسه كويس جدا، فلا تقلقوا. ممكن تعملوه بالجنب، يعني نعمل الشكل ده، نعمل طبقة بيضة طبقة صفراء طبقة بيضة طبقة صفراء، ممكن تعملوه بأي نوع من أنواع الفاكهة، كيوي أناناس موز، نفس الفكرة اللي أنا عملتها ممكن نعملها بأي نوع من أنواع الفاكهة اللي إحنا نفضلها، فدي حاجة بتاعتنا إحنا اللي نقررها. يلا بينا، هعمل هنا طبقة كمان، نيجي هنا نعمل طبقة إيه بقى، طبقة بيضاء، خليني أشيل، وأهي آخر واحدة هنعملها بالشكل ده. بس كده هكتفي بكده، ونشوف لسه فاضل له حاجة بسيطة خالص. هنا احنا موطين عليه النار نهائيا أو تماما، وأشيل الحلو بتاعي اللي هنا. يلا بينا، بفكر أجيب إيه، بسم الله، شوية مكسرات مع انها خلصت. يلا الله يسامح اللي كان السبب، بس مش مشكلة. ممكن تزينوها باللي انتوا عايزينه، احنا عاملين هنا تشكيلة مختلفة، فانتوا براحتكم خالص.